مؤاخذة يا واد زين، ما كانش قدامنا غيرك. إنما إحنا بقى مفيش ورانا غيرك يا رضوان. متتهورش يا رضوان. عملت اللي في دماغك عايز؟ شوف يا رضوان يا ابن خليفة، احنا وقفنا قصاد بعض مرة في الماكس، فاكر؟ انما انت بقى معرفتش تستغل الفرصة، ودينا بنقف قصاد بعض تاني اهو. بس انا بعرف استغل الفرص. استنى يا عمي. ايه هتقتله؟ هتقتل اخويا؟ لو قتلته يبقى من حقي، هو اصله ما كانش جايبنا هنا عشان يعمل لنا عيد ميلاد. إنما بقى لو ما قتلتوش يبقى عارف غلطته وتاب. قلت إيه يا رضوان؟ هيقول إيه يعني يا عمي؟ ده رضوان كبير وفاهم، ما ينفعش يضيع الفرصة مرتين. سمي سكوتي على حق أبويا وأمي. فرصة؟ لا يا واد زين، أبوك قتل ابويا وامي. زين ما قتلش خليفة. افهم بقى اللي ما عرفتش تفهمه واحنا في الماكس. ابوك مات في عملية شغل زي اي شغل، انا كنت موجود. بعدها زين وقف جنب امك واتجوزها. عمك حمدان بقى عشان كان بيكره زين قتل امك بعد ما اتجوزته. وإيه دليلك إن هو ما قتلهمش؟ وإيه دليلك إنه قتلهم؟ لو كان عم زين قتل أبوك وأمك كان زمانه أخد عياله الاتنين قبل ما يقتلها، ولا إيه يا رضوان؟ يا رضوان الكلام ده حقيقي، أنا عارف قصة خليفة وحمدان من قبل وكون من على الطريق. الكورة في ملعبك يا رضوان، الاختيار دلوقتي بتاعك، ويا إما تختار تعيش وفي الحالة دي تنسى كل اللي فات، تحط ايديك في ايدين اخواتك، يا اما تختار تموت وفي الحالة دي هتخسر كل حاجة، حياتك واخواتك. ما سمعناش ردك يا رضوان. ما ينفعش تسيب الرجاله وتمشي من غير ما تقول لهم ناوي على ايه. انا هختار ان اعيش، مش عشان خايف من الموت ولا علشان صدقت الكلام اللي انت قلته، لكن عشان ادي لنفسي فرصه ثانيه ادور فيها على الحقيقه. وماله، دور يا رضوان وهتوصل، بس في الآخر هتوصل للي أنا لسه قايلهولك. أنا الواد ده مش مرتاح له. الواد اللي أنت بتتكلم عنه ده يبقى أخويا. أخوك أنت، أنا ما يخصنيش. أنا كل اللي أنا فاهمه إن الواد ده جاي يأذينا أنا وإخواتي. تقصد إيه يعني يا يحيى؟ إيه؟ أظن مش وقته خالص اللي أنتوا بتعملوه ده. ورانا حاجات أهم من كده بكتير.
طبعا انت عارف انه لو مش اخوك من زمانك بتقرا له الفاتحه. يلا يا رجاله. انت بتعملني كده ليه؟ انا لو اتعاملت معاك بحق ربنا هزعلك. تزعلني ليه؟ انا عملت كل الكلام ده عشان رضوان يعرف الحقيقه. انت بتخاف من العطارين. انا بخافش من حد. انا مشيت مع اللي ناوي يمشي عدل. انا زهقت بقى، عاوز امشي عدل في حياتي. حتى لو مشيت عدل يا عز، عمرك ما هتبقى واحد منهم. فاقرب فرصه العطارين دول هيشلطوك. الناس دي بيتعاملوا معايا انا وانت على اساس ان احنا هوا. انت مش عارف انت بتقول ايه يا ادهم. انت ما عشتش وسطهم زيي يا عم. جرب تعيش وسطهم وتعرفهم هتفهم. انت عشت؟ ماشي، هنشوف. هنشوف اشق ابن امه وابويا. يلا. فاضي؟ حتى لو مش فاضي أفضلك يا قلبي. عايز أسألك سؤال. خير؟ العب معايا الأول وأنا أقول. نلعب. تختار إيه؟ أختار رودي حبيبتي. أنا شفت امبارح حتة عربية ما حصلتش. إيه كلاس؟ قلت العربية دي بتاعت رودي ومحدش. يا بابا الدخلة دي أنا حفظتها. يا ريت تقول اللي أنت جاي تقوله على طول. عندك حق. أنا مش بتاع المقدمة دي. أنا أخش في الموضوع على طول. طب بمناسبة الشغل، أنا مش عايزة شغل المكاتب ده. أمال عايزة إيه يا حلوة؟ عايزة أشتغل في الأكشن. الاكشن تقيل قوي. مستعجليش، لسه بدري يا بنت العزازي. طب شوفي بقى يا حبيبتي، طالما انت ناويه تشتغلي معايا ان شاء الله، لازم تتعلمي ان الخير اللي جواكي توظفيه لمصلحتك وبس، ولو ضروري قوي لحد تاني يبقى بمقابل. هو الشغل معايا كده. وانت هتسيبني زعلانه؟ من امتى؟ سيب الموضوع ده عليا انا. انا هعرفه ازاي يتكلم معاكي كويس. ده كلب. لما نشوف. ده انت حبيبتي. مضيع الورق اللي خلص. حاضر. ورق ايه؟ انا يا حبيبتي قررت ان اكتب كل حاجه باسمك. باسم انا؟ انا واثق انك هتتصرفي صح. انت كبرتي والفتره اللي قضيتيها في المجموعه اكيد فهمتي كل حاجه. طبعا بنتك بقت بيزنس وومن شاطره جدا. املي بالقلم ده عشان فيه البركه. انا متاكد بعد فتره صغيره هتبقي اكبر سيده اعمال في مصر. انا بس عشان بنت سيف العزيز. انت ست الناس وحبيبه قلبي. ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا رودي.